لأن ثقافة وسائل التواصل ثقافة ما لم تكن مرشدة ومنضبطة في طريقة التعامل معها فإنها وسيلة خطرة عانينا منها ولقينا منها الكثير من أسباب الفساد والضلال وإشاعة الفوضى في مجتمعاتنا. ولعلكم تذكرون أن من أهم عوامل الفتنة التي انتشرت في بلادنا كانت وسائل التواصل. أنا أتحدث عن الانفعالات الكاذبة، انفعالات الانتهازيين، الانفعالات التي يهدف صاحبها للحصد أكبر قدر ممكن من التصفيق أو الإعجاب أو اللايكات على مواقع التواصل. سدت الحملات الإلكترونية علينا عبر الفيسبوك ومشتقات التواصل الاجتماعي، وغالبها يدار من الخارج، وللأسف يقع في حبائلها بعض من في الداخل سواء عن قصد أو غير قصد، فيروجون لها ويعملون على انتشارها مع كل ما يحمله ذلك من بلبلة في صفوف الرأي العام. كل من أزاع في سوريا بزمن الحرب أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا كان الفاعل يحسب بأن هذه الأخبار صحيحة فإنه يعاقب بالحبس 3 أشهر على الأقل. أحياناً يتم ارتكاب جريمة الذم أو القدح أو التشهير أو الافتراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.